بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح الاعتصامات ومساء المظاهرات والاحتجاجات وعاش طلبة الطب المواساة، نحب ان شاء الله نقدم لكم محاضرة المايكرو اللي معظمنا ما حضرهاش النهارده بسبب الاعتصام. هي محاضرة ان شاء الله بتتكلم عن الميديكال مايكولوجي. يعني ايه ميديكال مايكولوجي؟ يعني study of mycosis. طيب وايه هي المايكوزس؟ mycosis are diseases caused by the fungi. يبقى ايه المايكولوجي؟ study of diseases caused by the fungi and their causes أو etiologic agents. يعني طيب هل كل الفنجاي pathogenic to human؟ لا طبعا، معظم الفنجاي مش pathogenic أصلا. most pathogenic fungi related to speech معينة اسمها deuteromycetes. deuteromycetes دي اسمها ليها اسم تاني fungi imperfecti. الاتنين معناهم فطريات ناقصة. طيب هي ليه سميناها ناقصة؟ لان معظم الفنجاي التانية فيها sexual characteristics، انما deuteromyces دي فيها asexual reproduction بينتج عنه asexual spores. تمام؟ طيب الفنجاي دي بتبقى موجودة فين؟ الفنجاي غالبا بتبقى موجودة في السويل. طيب الميديكال امبورتنس بتاعت الفنجاي اربع حاجات: antibiotics مضادات حيوية، ارجوت ده مركب بينتج عن فنجاي معين اسمه فانجال برودكت، توكسنز سموم، يعني اكيد ليها صدمات ميديكال، يعني سواء امانيتا اللي هو توكسيك مشروم او الافلاتوكسين اللي ناتج من الاسبرجيلوس فليفاس، والمايكوزيس اللي هي فانجال ديزيزز، ودي بدرسها عشان اعرف اعالجها. طيب نتكلم بالتفصيل الممل شويه. الانتيبيوتكس مش بستخرجها بس من الفنجاي، بستخرجها كمان من البكتيريا. فهو كاتب في الكتاب ان انت يعني ال most common ال organisms اللي بتستخدمها حاجة اسمها actinomyces قصدي و fungi. والactinomyces دي family بتضم كذا نوع من البكتيريا اللي هم streptomyces و cornibacterium و mycobacterium. ودي يعني وستريبتومايسس بالذات بتصنع نوع مهم جدا من الانتيبيوتكس اسمه امينو جلايكوزينز. ده بيشمل اي دواء اخره كلمه مايسن، يعني فانكومايسن، جرامايسن، جنتامايسن، اي حاجه اخرها مايسن ده غالبا بيبقى تبع الستريبتومايسس. ده بالنسبه للانتيبيوتكس الناتجه عن البكتيريا، وده مش موضوعنا دلوقتي اصلا. وفي بقى الانتيبيوتكس الناتجه عن الفنجاي، وهو مدي مثال عليها الكتاب بنسيليوم، اللي هو بنسيليوم فنجاي لفتره بنسيليوم خدناه قبل كده مش عارف في اعدادي ولا ثانوي، انت طلع منه بنسلين، وده انتيبيوتيك مهم جدا جدا. تمام. الاستخدام التاني للفنجاي ارجوت. ارجوت ده فنجال برودكت، لو زاد عن الدوز محدده ممكن يبقى توكسيك، عشان كده لازم بروبرلي يوز دوز. ايه اليوزز بتاعت الارجوت؟ الارجوت طبعا contain 5 or more alkaloids. تمام. انا بستخدم الليفو روتاتوري ايزومر بتاعت الارجوت، واعتقد كلنا فاكرينها من البايوكيمستري. الليفو روتاتوري ايزومر بتاع الارجوت بستخدمه في 3 uses. اول حاجه inducing uterine contractions، يعني انا لو عندي premature labor وعايز اخلي الام تولد قبل ميعادها، بدي حاجات كتيره ممكن ادي منها الارجوت. وممكن استخدم الارجوت في controlling bleeding، وممكن استخدم الارجوت في controlling migraine اللي هو صداع نصفي. طيب الارجوت ايه اليوز بتاعته تاني؟ inducing uterine contractions، controlling bleeding، و treating migraine. طيب ايه التوكسينز اللي ممكن استخرجها من الفنجاي؟ اتنين: امانيتا اللي هو توكسيك مشروم، والافلاتوكسين اللي هو ناتج من الاسبرجيلوس فليفس. هو كاتب الكتاب ملحوظه عن ان مفيش ناتشرال ديفيجن الفنجاي ممكن تدخله، الفنجاي تخش فيه تطلع يا اما ايديبل مشروم يعني صالح للاكل، او توكسيك مشروم اللي هو المشروم اللي بيسبب تسمم. يعني مش نوعين منفصلين، يعني الفرق ان المشروم لو على حسب الانفيرومنتال فاكتورز، لو المشروم يعني اكتسب هيفي ميتالز هو عنده الابيليتي ان هو اكواير هيفي ميتالز او اكواير سبستانس معينه ممكن تخليه توكسيك. تمام. هيبقى ساعتها توكسيك مشروم اللي هو الامانيتا. والتوكسيك مشروم ده بيسبب ايه؟ بيسبب انتوكسيكيشن اللي هو التسمم، وبيسبب هالوسينيشن اللي هي الهلوسه.
طيب الاسبرجيلاس فليفس بتعمل ايه؟ الافلاتوكسين. افلاتوكسين ده زي ما خدنا في الباثولوجي عبارة عن ايه، يعني بيسبب ليفر مالجنسي اللي هي الهيباتوم. طيب اخر حاجة لازم بستخدمها في بعرفها من الفانجاي، المايكوزس اللي هي الفانجال ديسيزز، ولما انا اعرف الفانجال ديسيز اعرف ازاي اعالجه. بس هي دي الحوار يعني. تاني ميديكال امبورتنس اوف فانجاي، انتيبيوتكس، ارجوت، توكسينز، مايكوزس. تمام كده. ايه المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف فانجاي؟ انا هنا بقسم الفانجاي على حسب المورفولوجي، الشكل بتاعها يعني. هي يا اما فيلامنتس، يا اما فيلامنتس، يا اما ييست يعني زي فطر الخميره كده، يا اما ييست لايك فانجاي يعني فطريات تشبه اليست ده، يا اما دايمورفي فانجاي يعني ليها شكلين. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالفيلامنتس فانجاي. فيلامنتس فانجاي، فيلامنتس يعني خيطي او على شكل خيوط يعني. البيزك ستراكشر بتاع فيلامنتس فانجاي الهايفي مايسيليوم. الهايفي، اسف الهايفي. ايه الهايفي ده؟ الهايفي ده عبارة عن ايه؟ لونج برانشينج فيلامنتس. لونج برانشينج فيلامنت، لازم نركز انها لونج برانشينج، يعني برانشينج يعني بتتفرع، لان هيعدي عندنا بعد كده ان برانشنت. فايه الهايفي؟ ار لونج برانشينج فيلامنتس. تمام. في حاجه معلومه اضافيه اسمها سبتم. سبتم ده انترنال وول بتفصل، بتقسم الهايفي دي لسيلز، وفيها بورز ممكن تعدي نيوكلياس، ممكن تعدي ريبوزومس، ممكن تعدي اي حاجه من خلال السبتم ده، من خلال البورز اللي جوه السبتم اصلا. تمام. طيب الشكل اللي بتعمله الهايفاي دي لما بتتشابك مع بعض بتعمل شكل عبارة عن mass of filaments، يعني كتلة من الخيوط، ده بيبقى اسمه mycelium. اوريكو شكله، ده شكل المايسيليوم، عبارة عن كتلة من الخيوط المتشابكة كده بالعربي يعني. طيب ايه types of mycelium؟ هو لما اجي احط الفيلامنتس فانجاي في الميديا بتاعتها المناسبه ليها، في هتنقسم هنا نوعين، جزء اسمه فيجيتاتيف مايسيليوم ويل بنتريت ديبلي انتو ذا ميديوم، فيجيتاتيف مايسيليوم ويل بنتريت ديبلي انتو ذا ميديوم، وجزء اسمه ايريال مايسيليوم ده قريب من الاير، ده طبعا نستنتج ان هو محتاج اكسجين اكتر. تمام. طيب هوريكو شكله دلوقتي ونشرح عشان يبقى الموضوع اسهل. اهو هنا اللي تحت ده الفيجيتاتيف هايفي، واللي فوق ده الايريال هايفي. تمام. الفيجيتاتيف زي ما قلنا عبارة عن ايه؟ جرو اون سوليد ميديا، بنتريت ديبلي انتو ذا ميديوم. لما الفيجيتاتيف مايسيليوم بنتريت ديبلي انتو ذا ميديوم هيعمل ايه؟ هيثبت الفنجاي. تمام. وده معناه ايه؟ ان المايسيليال ان بيكوز اوف مايسيليال كاركتر كولونيز ار سترونجلي ادهيرنت تو ذا ميديوم. هي دي المايسيليال كاركتر اللي هو بيتكلم عليها، هتخلي الفيجيتاتيف مايسيليوم ده هيخلي الفنجاي مور ادهيرنت تو ذا ميديوم. هو بيتكلم برضو عن الاريال مايسيليوم انه ممكن يكون ليه اشكال عدة، هشة او ناعمة او لينة او كده يعني. وبيقول ان الفانجل كولونيز كانت بي اميلسيفايد ان ووتر، يعني ما ينفعش اخلطها بالمية واعمل منها مستحلب بعكس البكتيريا. يبقى البكتيريا ممكن لو خلطتها بالمية اعمل منها مستحلب، انما الفنجاي لو خلطتها بالمية ما ينفعش اعمل منها مستحلب. طيب الماكروسكوبيك ابيرنس، يعني انا لو بصيت عن على زي ما احنا شايفين كده الكولوني من غير مايكروسكوب ولا حاجة، صعب اميزها لو ما كنتش خبير، اميز بين الانواع المختلفة لو ما كنتش خبير. ليه بقى؟ لانها بتختلف بدرجات حرارة بسيطة جدا او نوع الكالتشر ميديا نفسه
عشان كده يعني الخبير هو اللي يقدر يميز ماكروسكوبيكالي، طبعا مش مايكروسكوبيكالي، ماكروسكوبيكالي يعني بالعين الـ naked eye، تمام. فالخبير بس هو اللي يقدر يميز الفانجاي من naked eye، من انما الغير الخبير ما يقدرش، تمام. طيب نتكلم عن النوع التاني، اليست. اليست عبارة عن راوند اور اوفال بادز من الفانجاي طبعا. بتتكاثر ازاي؟ بالتبرعم او فورمينج بادز او بادينج. يعني بتكون ايه؟ بتكون حاجة اسمها بلاستو سبورز. طيب تشوف صورة كده حلوة. بصوا معايا، دي اليست اهي، وطالع منها بلاستوسبور. يست اهي وطالع منها بلاستوسبور. يست اهي وطالع منها بلاستوسبور. يست وطالع منها بلاستوسبور، وهكذا. طيب اليست كولونيز ريسمبل بكتيريال كولونيز ان ابيرنس اند كونسيستنسي. طيب دي اليست كولوني، دي البكتيريا الكولوني، يعني هنشوف very similar to each other. طيب ايه الباثوجينيك يست؟ طبعا اليست ده فطر الخميرة، يعني مستخدم في 50 حاجة معانا يعني. بس الباثوجينيك يست اللي بيسبب disease للهيومن هو كريبتوكوكس نيو فورمانز. يبقى ايه الباثوجينيك يست؟ كريبتوكوكس نيو فورمانز. طيب في ايه تاني في المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف فانجاي؟ احنا قلنا الفلامنتس فانجاي اللي هي المولدز، وقلنا اليست. هنيجي بقى لحاجه شبه اليست اللي هي اليست لايك فانجاي. ببساطه يعني اليست لايك فانجاي الستراكشر بتاعها ميكس اوف فلامنتس فانجاي وميكس اوف يست. طيب ازاي؟ هي عباره عن بادنج يست لايك سيلز، يعني يست لايك طالع منها برايم او بادز يعني، وفيها عباره برضو عن elongate unbranched filamentous cells. احنا قلنا ال branching filamentous cells يعني يعني هايفي، انما دي elongated unbranched filamentous cells، يبقى هي resembling هايفي، تمام. وبت intertwine together، بس عشان هي فيها حاجتين مختلفتين عن المايسيليوم بنسميها سودو مايسيليوم مش مايسيليوم. ايه اللي مختلف عن ال elongated unbranched filamentous cells دي؟ هوريكوا صورة. دي ال elongated unbranched filamentous cells filament، وادي البادز اهي، دي elongated unbranched filamentous cells grouped together. في بادز هنا وهنا ال filament unbranched، عشان كده دي اسمها yeast like fungi، وده كله على بعضه pseudo mycelium او اسمه تاني كانديدا، تمام. الدايمورفيك فنجاي، دايمورفيك فنجاي يعني ايه؟ مش ليها الشكلين مع بعض في نفس الوقت، لا هي ليها الشكلين المختلفين بس في a different temperature. يعني ايه ايه الفنجاي يبقى ليها filamentous structure و سابروفيتك. سابروفيتك يعني رمية، يعني بتتغذى على dead tissue، live on dead tissue، تمام. لو هي grown at room temperature يعني مثلا 24 درجة سيلسيوس، انما لو هي انما لو هي اسمه ده في ال 37 درجة سيلسيوس، سواء في ال body temperature او في laboratory temperature بس ظبطها على 37، هتبقى yeast وهتبقى parasitic inside the body. طبعا parasitic inside the body وهتبقى شكل yeast، ده هنشوفه دلوقتي. يعني dimorphic fungi تاني ليها two different shapes according to temperature، يا اما filamentous saprophytic at room temperature، يا اما يست بارازيتك 37 درجه سيلسيوس. الصوره دي جميله جدا. هنا دي كل دي دايمورفيك فانجاي، هنا شكل الفيلامنتس بتاعتها دي في درجه حراره الغرفه العاديه، وبصوا ازاي بتبقى مكوره عباره عن اوفال بادز اللي هي اليست يعني في درجه حراره في درجه حراره الجسم اللي هي 37 درجه سيلسيوس. اليست مدوره، الفيلامنتس فيلامنتس فيلامنتس فيلامنتس، تمام. اعتقد بس كده، تمام.